بقدمها في سداسي شرارة. عطيه شرارة معروف عنه المقطوعات والليالي زي ما دكتور أحمد قال، والموسيقى التصويرية. رقصة الفراشة كانت تتر لفيلم البنات شربات من سنة مثلا 51. فالتتر لو فتحنا على اليوتيوب كده لما نروح فيلم البنات شربات موسيقى تصويرية عطيه شرارة، هنلاقي رقصة الفراشة بتوزيع أوركسترالي، آلات نفخ وآلات نحاسية وخشبية وأوركسترا وآلات إيقاع، حاجة في منتهى الجمال. فبنعزفها النهاردة مع فرقة سداسي شرارة بالتكوين المصغر. أتمنى تعجبكم. Thank you.
Thank you.